بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومك الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. اهلا بيك كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز يا كابتن ايمن، وعلى النتيجه وعلى الاداء. مباراه جميله جدا ممتعه، هارد لك لنادي امبي. اتمنى ان شاء الله نشوف المستوى دوت الجيد دوت من كره القدم في المباريات القادمه. كابتن شريف، النهارده قرارات كتيره جدا جدا النهارده اتخذها محمود عاشور الحكم الدولي مع الحكام المساعدين مع حكام الفار. النهارده كان طاقم تحكيم تقريبا كان طاقم تحكيم دولي، سواء كان حكام الميدان او حكام الفار. كابتن ايمن، تمكن يعني في البدايه نقول تمكن طاقم التحكيم من العبور مباراه باقل الاخطاء. كابتن شريف، نقول الاول طاقم التحكيم اللي عندنا محمود عاشور الحكم الدولي اللي هو لسه راجع من الاولمبياد، كان هناك موجود، هو كان ممثل الكره التحكيم المصري في الاولمبياد طوكيو، وكان معانا على الخطوط المتميز الحكم احمد صلاح حكم منطقه القاهره. المساعد الثاني كان احمد لطفي من منطقه الشرقيه، وسامح حسين من منطقه البحيره، ده كان حكم رابع. النهارده كان الحكام الكبار النهارده موجودين على الفار كابتن ايمن، ودي كانت حاجه كويسه جدا. كان محمود البنا وكان محمود ابو الرجال. ابو الرجال النهارده كان ايفار، وده الوحيد اللي يمكن يعني او اثنين او ثلاثه اللي واخدين رخصه الفار كحكم فيديو، وايضا هو حكم في الميدان مرشح بقوه لكاس عالم 22 محمود ابو الرجال، متمنى للتوفيق. النهارده طاقم التحكيم قلنا مروا بالمباراه كابتن، على الرغم من المباراه صعبه، يعني صعبه قبل واثناء حتى نهايه المباراه، مباراه صعبه جدا جدا، نتيجه النادي الاهلي طبعا على سلم الترتيب وعلى المنافسه، والنقطه هنا بتفرق. اعتقد ان هم مروا النهارده بالمباراه بشكل كويس، قد نختلف في حاله من الحالات، ولكن بصفه عامه هم ادوا مباراه كويسه. هذه الحاله تقريبا في الدقيقه 19 نتكلم، هل هناك مخالفه لمس الكره بالايد؟ هنا علي معلول مع الكره، هرجع بس يعني هحكي، وانا عندي هنا الشحات جاي يا كابتن، هنا مهم جدا الشحات كابتن اسامه كابتن بلال، وعندي بوالي. هو الراجل هنا مش بيلعب الكره في الايد، ولكن هو بيمرر للي جاي من تحت اللي هو مين؟ الشحات. كويس، انا هنا السؤال، هل الايد هنا داخل الجسم ولا خارج نطاق الجسم كابتن عادل؟ خارج، لحظه اللي هي البوينت اوف كونتاكت، اللي هي لحظه الكره ما تصطدم. هرجع تاني، انا بحاسب اللاعب امتى؟ وهي الكرة رايحة في الإيد، هل الإيد هنا خارجة ومكبرة حجم الجسم؟ اللي هي لحظة هي هنا لحظة لمس الكرة باليد. سؤال، هي طبعا بره يا كابتن، بس خير. بس هل مثلا عشان المسافة صغيرة ما بين ما بين كهربا وما بين المدافع، عشان كده الحكم معلول ده معلول هنا وهنا وهنا زياد زياد بغطاس اللي هو الحكم المدافع. بص يا كابتن احمد، انت قلت حاجه جميله جدا جدا، هو اول فاهمه يعني اول معيار عندنا كابتن احمد هنا في عندنا حاجه اسمها الكونسنتريشن، اللي هي اعتبارات احتساب المخالفه، اللي هي مخالفه لمس الكره. اول معيار عندي هو اليد، وضع اليد، هل وضع اليد طبيعي ولا مش طبيعي؟ ده اول معيار. ده السؤال، ده السؤال اللي انا بساله. احنا مش بنجيب حاجه من عندنا كابتن احمد، بنجيب لقطه واضحه اهي بنحكي فيها، مش بنالف. طالما الدراع بره الكوره وبره اي حاجه ثانيه ما كانش فيها بالظبط كده. في ناس بتقول ايه المسافة. يعني المسافه ما يلحقش ان هو يعني انت وضحها بالظبط كده كابتن. احنا بنتكلم في معيار رقم واحد، هو وضع اليد. تمام، وضع اليد هنا ده السؤال اللي بساله، هل هنا وضع اليد هنا طبيعي ولا مش طبيعي؟ ده السؤال. لا مش طبيعي، مش طبيعي، يبقى انا بعاقب على مخالفه لمس الكره بالايد. هنا ركله جزاء لم تحتسب. كان يجب على محمود بن حكم كبير جدا جدا، على الاقل محمود هات عاشور ويشوف، هات حتى لو انت من وجهه نظرك محمود البنا ان هي 50-50 او لا ترتقي، نجيب الحكم وهو ياخد القرار ما فيش مشكله، لان احنا في حالات اقل من كده بكتير كابتن احمد، وجبنا الفار وجبنا الحكم ويشوف. ولكن انا شايف ان هنا زياد بغطاس الحكم المدافع هنا لحظه تمرير الكره من علي معلول كانت الايد هنا خارجه نطاق الجسم، وبالتالي انا شايف ان ركله الجزاء لم تحتسب على كريم ابو زياد اللي هو الحكم كابتن ناصر. الحاله دي اتعادت في نفس اللحظه؟ سؤال جميل جدا جدا. انا طبعا متابع الماتش كابتن احمد، دي جت في الدقيقه 19. تمام، هي كان اصل المخالفه ايه؟ هي مخالفه النادي الاهلي. تمام، النادي الاهلي استنى بسرعه وده من حقه،
لحظه الاستلام بسرعه يمكن المخرج ما جابش اللقطه اللي هي في وقتها، اللي هي لما شفنا لعيبه النادي الاهلي بتعترض كلها على اللعب. انا حتى استغربت قلت طب فين الحاله؟ جينا قعدنا نشتغل لحد دقيقه 25 اتعادت الحاله في الدقيقه 25، يعني من دقيقه 19 لدقيقه 25 الحاله بتتعاد في الدقيقه 25 يا كابتن. بس دي فعلا يا كابتن زي ما انت قلت دي بتاعت الفار اكتر من حد بالظبط كده طبعا. هي في الملعب بردك انا بعذر عاشور ليه؟ لان بردك يعني تحديد التفاصيل يا كابتن اسامه صعب وهو مش باين في الصوره هنا بالظبط كده، واتخاذ القرار في اقل من ثانيه بالظبط كده. كان واقف بالظبط كده. هقول على حاجه ثانيه، بص يا كابتن اقف هنا بس تسمح لي، تسمح لي اقف، هرجع ثاني للكادر اللي احنا كنا فيه من شويه بعد اذنك. بس ستوب كابتن، انا عندي كمان هنا بص زحمه، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه يعني صح. ممكن يكونوا قاطعين خط رؤيه الحكم، وبالتالي هنا ما عندوش تفاصيل الحاله. قلت محمود حكم كبير، انت محمود البنا حكم كبير، ممكن تجيب الحكم ويشوف يقرر، وبنقول ان خطا زي ما قلنا حظ الحكام حلو النهارده، النادي الاهلي كسب وهذا خطا لا يؤثر في نتيجه المباراه، ولكن بنقول بشكل عام هم مروا في. بس احنا كل مره بنقول لك حظ الاهلي ان هو كسب التحكيميه يعني ما هو دوت التحكيم وحظ الحكم يا كابتن احمد. على فكره في هناك اخطاء كتيره جدا ممكن تبقى مؤثره، ولكن نتيجه فوز النادي الاهلي او اي نادي بيبقى الاخطاء مش مؤثره. نروح للحاله، يجي 4 بونت السنه دي، نروح للحاله اللي بعد كده كمان طبعا هنا. لا احنا معديين 12 لا في الفار بس من البناء كام بنالتي ما اتحسب لنا، ده خد فيها انذار اعتقد. شوف كابتن هنا مهم جدا الحكم ان هو يتابع كمان هنا، مش شوف هنا كره خرجت ستوب هرجع، هو هنا اي حكم ممكن يبقى مع الكره، يعني هي الكره خرجت من هنا من ايمن اشرف، ممكن الحكم يبص على الكره يا كابتن ايمن، ولكن هنا شوف عاشور هو ما زال حتى الان هو عينيه على اللاعب اللي هو امبي اللي هو ارتكب مخالفه بتهور، وبالتالي هنا استحق البطاقه الصفراء في هذه الحاله. هذه الحاله من الحالات اللي انا بحيي عاشور فيها جدا جدا. هنا اللاعب هنا دخل لم يلعب ولم ينجح في لعب الكره، وبالتالي هنا ارتكب الخطا بتهور، وهنا القرار الانذار انذار صحيح في هذه الحاله. بحيي طبعا فيها عاشور. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا مطالبه، هنا الراجل المصمم ان بتاع امبي، وانا حتى قلت نشوف اللعبه كابتن ايمن، هل هناك ركله جزاء للنادي امبي بالتفصيل؟ واحنا قلنا اللقطه بنجيبها سواء للنادي الاهلي او على النادي الاهلي. شوف اللي هنا، هل في مخالفه لمس كره بالايد؟ الراجل هنا بيعترض وطالب بركله جزاء. نشوف كره على الارض، الراجل بيقفل الكره برجليه، بيمشط رجليه، ثم بتعلق كابتن هنا، وبتروح فين؟ بتروح فين؟ بتروح في الساق من الخلف لاعب نادي الاهلي، لم تصطدم باليد ابدا. صحيح، عدوها 5 مرات واضحه جدا جدا. صحيح. جدا صحيح. بحيي فيها محمود البنا حقيقه طبعا وعاشور ان هم امروا باستمرار اللعب، لا توجد هنا ركله جزاء. وكان قرار سريع يا كابتن على فكره، وكان قرار سريع يعني النهارده. هقول لك على حاجه كابتن احمد، هقول لك على حاجه جميله جدا، النهارده ما شعرناش ان الفار موجود. صحيح مظبوط، الحالات بتتم استئنافها سريع. ليه؟ انت عندك البنا وعندك مبروك رجال، اثنين جامدين جدا جدا كانوا النهارده على تقنيه الفار، بشيد بيهم طبعا وبشيد بتعينهم في هذه المباراه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. طبعا هنا نقف، الراجل هنا مصمم جدا ان رامي عارف لو شد وساب هنا عاشور ما كانش واقف، لكن هو مصمم على الشد. هنا بنسمي هنا المسك، هنا المسك الصارخ اللي هو مش عاوز يسيب اللعب، وتاني هنا انذار واضح جدا وسهل، واي حكم موجود يا كابتن احمد هيدي البطاقه سهله جدا. انذارين دي ولو شد انذار للترقيص. بص يا كابتن هقف كابتن ناصر لو سمحت، لو شد هرجع تاني. كابتن عادل سال سؤال جميل جدا، لو شد وساب يعمل ايه؟ بس نقف هنا، بس نقف كابتن عادل، هو انا لو شد وساب وهنا اللاعب من الاهلي مر وعدى يكمل الهجمه بالظبط، انا كحكم بدي افضليه. هو انا لو وقفت، هو يوم افضل للاعب كابتن احمد يكمل، ان انا ادي الافضليه واخليه يروح في المساحه الواسعه ديت، ولا انا اوقف اللعب وادي البطاقه؟ هنا الشد، هنا الشد بس هيرجع يديله انذار تاني. لا مش حد انذار تاني، لا ايوه ده اللي انا مش حد انذار تاني. بص يا كابتن، هو انا لو سمحت استمرار اللعب هنا، سؤال هو هنا انا هوقف ليه؟ لان الراجل ده عطل اللاعب النادي الاهلي، عطل ما عطلش، عطل كده عطل مظبوط. طب لو انا سمحت باستمرار اللعب هنا، عطل ما عطلش، لان اللاعب ايه مشي وراح، ممكن عطله جزء من الثانيه برضه يا كابتن. طالما انا اديت الافضليه كابتن، انا عندي حكم عندي اختيارين، يحسب المخالفه وادي البطاقه، يد الافضليه واستمرار اللعب وما ارجعش للبطاقه. امتى ارجع للبطاقه؟ لو هناك خطا بتهور. ايوه هنا برجع ادي البطاقه صفر. تمام، نمر ونروح هنا، دي اول انذار لرامي صبري، طبعا انذار واضح جدا جدا جدا، وعاشور لم يتاخر فيه او لم يتردد فيه. الحاله بعد كده، هو نفس اللاعب في نص الملعب، وهنا ارتكب المخالفه، نقول بقى تهور ماشي، نقول تعطيل هجوم ماشي، ولكن انذار واضح جدا جدا وانذار صريح هنا
حتى اللعبه كابتن عنده قناعات بالبطاقه. صحيح. خلاص انا عندي انذار ودي انذار الثاني، انذار هنا الثاني للركل من تحت في القدم، وهنا لم يتردد عاشور في اشهار البطاقه الصفراء نتيجه ان هو كان مركز جدا جدا وكان يقص في هذه الحاله. طرد للانذار الثاني، طرد صحيح 100%. لا توجد شبه مجامله في هذه الحاله كابتن احمد، ان هو عنده انذار وهذه اللعبه. انا بتمنى بس من الحكام، وهقف كده، اللاعب اللي عنده انذار من فضلك لو سمحت نقف بس شويه، نقف من فضلك لو سمحت. دي الاوفسايد. اللاعب اللي عنده انذار يا كابتن ايمن لما بيرتكب مخالفه للانذار الثاني، من فضلك اشهر البطاقه الصفراء والحمراء. وانا ما بخافش على اللاعب، لان اللاعب المفروض هو يخاف على نفسه. صحيح. نروح للحاله تقريبا الاخيره ونشوف. احمد مساعد، احمد صلاح هو الحكم المساعد رقم واحد. المخالفه هنا، هنا واضح جدا ان هناك مخالفه من لاعب النادي الاهلي. عاشور احتسب المخالفه واستنى. طيب احنا قلنا ركله جزاء قبل ما الحكم كابتن احمد ينفذ او الهدف، هنا الفار بيتدخل. هل هناك في مخالفه قبل ركله الجزاء ولا مفيش؟ وهنا بشيد بدور الفار محمود ابو الرجال، هو حكم مساعد وحكم فار. نشوف هنا هل في مخالفه التسلل ولا مفيش. نشوف هنا لحظه التمرير، وهنا الراس هنا تعتبر الجزء المتقدم عن اخر لاعب من النادي الاهلي، تسلل موجود. بشيد قرار هايل من الحكم احمد صلاح اللي النهارده كان متميز في احتساب التسلل قبل ركله الجزاء. بشكل عام هو ده اللي احنا مطلوب احنا من حكامنا، ان احنا دايما نركز. عندنا اربع مرات في اللي جايين يا كابتن عادل محتاجين الحكام، وقلنا ما عندناش مشكله نقرر الحكم الشاطر، الحكم اللي هو اخطائه قليله اللي تؤثر في نتائج المباراه. نتمنى التوفيق لحكامنا، توفيق للجنه الحكام في الفتره المقبله. بشكرك كابتن ايمن ومبروك تاني للنادي الاهلي. الله يبارك فيك كابتن، شكرا لخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن ايمن، الله يخليك. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وانبي في الاسبوع ال30 للدوري العام المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. الف شكر يا كابتن، شرفتنا وامتعتنا. شكرا كابتن ايمن، وبشكر الكباتن. الف مبروك. الله يخليك كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن، امتعتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن. شكرا. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرا والف مبروك. الله يبارك فيك. هدفنا كابتن احمد بلال، امتعتنا يا كابتن، الف شكر. ربنا يخليك كابتن ايمن، مبروك للنادي الاهلي وعقبال اللي جاي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.